وهذا واستقبلت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح العلوية اليوم بالرباط رئيس مجموعة البنك الدولي ديفيد مالباس الذي يقوم بزيارة للمغرب تستغرق يومين. وشكل اللقاء مناسبة لمناقشة منهجية تسريع وتيرة الإصلاحات والبرامج القطاعية لتحقيق نمو اقتصادي، إضافة إلى طرح حلول لهذه المرحلة الخاصة في ظل الاضطرابات التي يعيشها العالم. وأكد بلاغ للمؤسسة المالية الدولية أن زيارة ديفيد مالباس تؤكد من جديد التزام مجموعة البنك الدولي بالشراكة مع المغرب من أجل تحقيق نتائج إنمائية أفضل. نتشرف اليوم بالزيارة ديال السيد الرئيس ديال البنك الدولي اللي ما تمش هذه الزيارة في المغرب منذ تقريبا 11 سنة. كانت هذه فرصة أولا باش يكون تقييم ديال الوضعية الاقتصادية في هذه الظرفية الصعيبة اللي كيعرفها العالم. كان كذلك فرصة باش نوه السيد الرئيس بالتدبير لأزمة كوفيد هاد السنتين تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة. كانت كذلك فرصة باش نحنا نشكروا ونحييوا هاد الشراكة المهمة اللي بين دولة المغرب والبنك الدولي، وكذلك نأكدوا بأن هاد الاستراتيجيات وهاد المشاريع الهيكلية لإنشاء الدولة الاجتماعية وكذلك الاهتمام بالقطاع الخاص والتشغيل هي استراتيجيات اللي كيتنوه بها البنك، واللي اكدت لنا ان غيبقى واحد العمل مشترك معهم باش ان شاء الله نسرعوا بهذه الوتيره ديال هذه الاصلاحات وكذلك هذه البرامج القطاعيه.